Very soon, things might turn to the better. Of course, the offer of the Spanish government is very generous, and provided that we can carry out the project properly, we shall assuredly gain a lot of pride. ثلاثة في الدنيا. توفيق كان عنده 16 سنة.
كنت فاكرها بتحبه زي اخوها. كنت غبي، حطيت النار جنب الديناميت. يا دادا تعالي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا منى. يعني جيت فجأة؟ ما قدرتش اتصل بيكم. ألف حمد لله على سلامتك يا سيدي. الله يسلمك. الشنطة يا حسنين. حاضر يا سيدي. وحشتيني قوي يا محمود. وانتوا كمان وحشتوني قوي. ازاي خالد؟ كويس الحمد لله. امال هو فين؟ ده نايم. لا انا صاحي يا بابا. الحمد لله على السلامة يا بابا. وحشتيني قوي يا خالد، وحشتيني قوي يا حبيبي. انت مش قلت لماما في التليفون انك جاي يوم الجمعه؟ طب ما النهارده الجمعه. لا يا سي بابا، الجمعه اللي فاتت، يبقى السبت والحد والاثنين. ماما عداهم 8 ايام. اه يا فتان. على كل حال انا جبت لك احسن هديه بتحبها. طياره؟ لا اثنين. ادي واحده وادي التانيه. ميرسي قوي يا بابا. امتى بقى ابقى طيار؟ لما تكبر يا حبيبي. يلا بقى يا حضرة الطائر العظيم تنام عشان تلحق المدرسة. المدرسة؟ ايه؟ المدرسة مقفولة يا محمود. مقفولة؟ مقفولة ليه؟ احنا في اجازة اخر السنة وخالد امتحن من 10 ايام. طلعت الاول. برافو، هايل. اهو كده الاول على طول زي ابوك. هتفسحني فين بكرة؟ تحبي تروحي فين يا منى؟ الناجي هو اللي يختار. نروح الناجي، نتغدى هناك ونعزم تيتا ونازم طنط عليه. موافق يا سيدي، ونعملها حفل التكريم لانك طلعت الاول. يلا يا خالد علشان تنام يا حبيبي، بابا جاي من السفر وتعبان. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا حبيبي. يلا بقى عشان تنام، بكره من بدري هنروح النادي. ادي طيارتك اهي، وادي التانيه كمان. تصبح على خير. ماما. ايوه حبيبي. بتدور على ايه؟ في اوراق مهمه كان لازم اجيبها معايا ومش لاقيها. مش عارف اذا كنت نسيتها في مكتب روما ولا باريس. محمود اجلها للصبح، انت جاي من السفر وتعبان. مش هيجيني نوم الا لما الاقي الورق ده. على كل حال يستحسن اطلب المكتبين دلوقتي واحدد مكالمه للصبح. الو. الصبح الساعة 8 بالظبط. متشكر.
حددت المكالمة؟ الساعة 8 الصبح. تصدقي اغلط في نمرة تليفون مكتبي في روما مرتين؟ اللي واخد عقلك. لو ملاقوش الاوراق هنا ولا هنا مضطر اسافر بكرة على اول طيارة. ان شاء الله هتلاقيهم. على الله. بس ده انا لسه واصل من السفر وتعبت قوي المرة دي. انت اللي جايبه لنفسك. ما عشانكم. عشانك انتي وعشان خالد. ربنا ما يحرمناش منك. يا سلام يا منى. لو العملية اللي انا ماشي فيها تنجح. يا محمود انت كل مشاريعك ناجحة والحمد لله. البركة فيك انت يا منى. نسيت. الله. ميرسي يا محمود. حلو قوي. انت جبت لي كتير. كفايه يا محمود وكفايه سجاير. مش هشربها كلها ولا نصها. هات السيجاره. طب نفس واحد. لا ولا حتى نص نفس. هزعل منك. وحشتوني قوي. وانت كمان يا محمود وحشتني قوي قوي. الو. ايوه قلت لك بكره الساعه 8. طيب طيب. اشمعنى النهارده تورته يا ست ماما؟ كان نفسي فيها. كان نفسك فيها ولا عشان بابا بيحبها؟ طب يلا افطر وبطل شقاوه. صباح الخير. اهلا يا محمود. انا جات لك المكالمه. خير. الاوراق موجوده وهيبعتوها لي. ياه ده انا اتاخرت قوي على المكتب. محمود مش هتفطر؟ هباخد اي حاجه في المكتب. على فكره العربيه هتوصلني وترجع لكم على طول. اوعى تنسى النادي يا بابا. معقوله؟ الساعه 1 بالظبط هكون عندكم. مع السلامة. علي اتأخرت. والله أنا قلت لها يا بنتي بلاش تروحي أنت، كفاية المحامي بتاعي. قالت لي لازم أحضر. يا ترى هيتحكم لها بإيه؟ أهي جت. صباح الخير. صباح الخير يا عليا. ازيك يا طعم؟ هي طمنيني. حضرته طالبني في الطاعه لكن ده بعده لما يشوف نجوم الظهر. الحكايه دخلت في عندي يا بنتي. اختك راسها ناشفه وهو دماغه حجر ومش عارفه ايه اخرتها. صحيح، ايه اخرتها يا عليا؟ والله انا مرتاحه كده. بيتهيألك راحت الست بيتها وجوزها. بقول يا منى ما تكلمي جوزك يقابل عديله ويتفق معاه ويفضها بدل المحاكم والبهدله. يا كده يا كده. حاضر. هو فاضلها لما هيفضلنا؟ ده ما بيقعدش معاها يومين على بعض. انا عارفه انت طايقه العيشه دي زي منى. الحمد لله انا سعيده طول ما اللي حواليا سعده. ومحمود مش مخليني عايزه حاجه. واخد ديله في سنانه وطاير على حل شعر. جوزي ما يعرفش غير شغله بس. الرجاله دول ما لهمش امان ابدا. انت عايز تخربي عليها زي ما خربت على نفسك. اختك خدت على كده وراضيه بكده ومبسوطه هي وجوزها. تليفوني يا هانم. يا استاذ محمود. الو. ايوه يا منى. انا متاسف مش هقدر اتغدى معاكم، شغل مهم. ايوه حبيبتي لازم. بعدين بعدين اقول لك. اعتذري لماما ولاختك وفهمي خالد. وقت ما تحبوا تتغدوا قولوا. هو محمود مش جاي؟ عنده شغل. هي دي اول مره. والله انا لو منك ما اسالش فيه واسيبه يرن.
واشوف نفسي. بس يا بنت بلاش كلام فارغ، اختك اصغر منك لكن اعقل منك. دي عبيطه. ولا ما حب عبيطه الا انت، بكره تندمي. خالد خالد، ايه ده مفيش بوسه لبابا؟ لا انا زعلان يا سي بابا. اولا من غير ثانيا انا بعتذر، لكن هعوضها لك بفسحه كبيره قوي. الليله؟ لا الليله مش هقدر، بكره ان شاء الله نقضي النهار كله مع بعض. هات بوسه بقى يا حبيبي. يا بابا متاسف يا منى، على العموم ماما وعليا مش اغراب. كان لازم برضو تيجي، مش عشاني ولا عشان ماما، علشان الولد. ما كانش ممكن اسيب مشروع زي ده يروح من ايدي. وانا يا محمود، ما انت سايبني على طول. انا قلت لك اسف يا حبيبتي. وعلى كل حال قومي البسي نخرج نتعشى بره. ايه المناسبه؟ واحد عايز يخرج مع مراته لازم مناسبه. هنسهر نتعشى ونسمع مزيكا ونرقص ونقضي ليله حلوه. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا حجزت خلاص. يعني البس؟ ارجوك وبسرعه. ايوه حبيبتي. مش هنرقص؟ طب لحظه واحده بس يا منى، الفرع اللي هنفتحه في اديس ابابا هيسهل لنا المشروع بتاعنا. تصورج الجسر التجاري اللي هيكون في شرق افريقيا كله هيتبع مكاتبنا. مش اقل من 2 مليون استرليني هيكون حجم العمليه كلها. محمود كفايه كلام في الشغل. خلاص يا منى دقيقه واحده، يبقى مش فاضل لنا غير اتفاقنا مع المصانع في فيينا. يا ريت انت تقدر تخلصها. ايوه بس انا مفيش غيرك يقدر يتفاهم معاه. خلاص انا بكره هسافر فيينا وباذن الله هتفق معاهم. لا يا محمود لا، انا مش فاهم عشان ايه ده كله. هي دي اول سفريه؟ انا تهقت خلاص يا محمود تهقت. هو انا مسافر عشان في ست تانيه مستنياني هناك؟ انا مسافر للشغل. شغل شغل شغل، كل همك وتفكيرك في الشغل. مفيش انسانه ربطت حياتها بيك تفكر فيها وتحس بوجودها. دي اول مره اسمع اللهجه دي. انا هنا ليه؟ وظيفتي ايه؟ احرس البيت ودادة للولد؟ مش هي دي حياتي معاك؟ 7 سنين وانت مش معايا، بتحبني وتعزني وتخاف عليا لكن مش معايا، تسافر وتيجي وانت مش معايا، مش هي دي حياتنا؟ بقى ده بدل ما تشجعيني. يا محمود يا محمود انا بشجعك بقلبي وروحي، لكن انا عايزه اتمتع بالحياه، عايزه اعيش حياتي وعمري وسني مع جوزي معاك يا محمود. ده حتى الليله اللي فكرت تعزمني فيها ما كنتش معايا، كنت برضه مع شغلك. انا متاسف، انا يمكن مقصر في حقك انت والولد شويه، لكن لكن ايه يا محمود؟ لكن انت عندك حق، ثم انا كمان محتاج لاجازه طويله نقضيها مع بعض، شهر عسل جديد نلف فيه العالم. يا ما سمعت منك الكلام ده كتير قبل كده، لكن المره دي صادق. جهزوا نفسكم وانا هرجع من فيينا بعد يومين ان شاء الله، اخدكم ونسافر على طول. تفضل قوي يا ستي. ميرسي. العفو يا ستي. ماما ماما ماما. ايوه يا خالد. مش هنروح المطار ونستنى بابا؟ معرفش الطياره هتوصل امتى. طب نروح ونستناه، نقعد طول النهار في المطار. انت قلتيلي ان احنا هنسافر النهارده مع بابا وهنلف الدنيا. لما يرجع بابا بالسلامه هنسافر. اطلع يا خالد العب في اوضتك.
ألو؟ ألو، فيينا معاكي على الخط. ألو، مصري معاك. ألو؟ أيوة يا منى، مش هقدر أجي النهاردة. لا ولا أسبوع كمان. أصلي مضطر أسافر حالا تونس. أنا كنت متأكدة إن ده اللي هيحصل. بس اسمع يا محمود، الولد متضايق متضايق قوي. هاتي خالد وتعالوا على أول طيارة على تونس. وأنا هستناكم في مطار تونس. أنت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. طب ما دام بتتكلم جد، باي باي قبل ما تغير رأيك. خالد يا خالد، هنسافر لبابا بكرة يا حبيبي. زين وطعم الطائرة يرحبون بكم على الطائرة بوينج جيربو. تستغرق الرحلة إلى مدار تونس كارتاج حوالي 3 ساعات. شكرا وأتمنى لكم رحلة طيبة. مدام دي مسيو لو سمحتي. وي مدام. ابني كان قاعد جنبي، راح فين؟ مع الكابتن جوا. ها ايه رايك بقى بطل، عجبتك الطياره؟ قوي. ولو اطلع طيار وابقى ضابط كبير واسوق طيارات العالم كلها. كلها كلها. سلام للكابتن العظيم. خالد خالد، كلم مامي. عليك بقى يا كابتن. لكن انت اسمك ايه؟ حسين. كابتن حسين. على اذنك يا كابتن حسين. ايه ده يا خالد؟ كنت سيداتي سادتي، كنت بتفرج على الطيارة. بعد لحظات سوف نهبط على ارض مطار تونس كارتاج. رجاء ربط احزمة المقاعد والامتناع عن التدخين. نرجو ان تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة ونأمل ان نراكم دوما على خطوطنا. مش عارفه يا حبيبي. تعالى. سيارة منتظراك في الخارج. استاذ جمال وصل الهالة. ميرسي. امال فين بابا يا ماما؟ زهر عنده شغل ما قدرش يجي. اتفضلي يا مدام. ميرسي. اتفضلي يا فندم. ألف الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك. شرفت تونس. ميرسي قوي يا استاذ جمال. اتفضل. اما حته دين ست تجنن وابنها معاها. ما اظنش تلاقيه اخوها صغير. يا عم مش مكفيك اللي عندك؟ ما يمنعش، اصلها حلو قوي. طب طب يلا بينا. يلا يا اخويا. Thank you.
اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. لو سمحت محمود بيه. مدام منى الحمد لله على السلامه. شرفتم تونس. مشتي قوي. من زمان ما شرفتناش. حوالي 9 سنين. هو محمود بيه. محمود بيه حاجز لحضرتك نفس السويت اللي قضيته فيه شهر العسل. وترك لحضرتك الرساله دي. تسمح الباسبور؟ أنا آسف يا منى، اضطريت أسافر قبل وصولكم بساعات لعمل مهم. إن شاء الله تكوني أنت وخالد في أحسن صحة وتكون رحلتكم موفقة. هتصل بكم بالتليفون للإطمئنان عليكي في أقرب فرصة. مدام منى، اتفضل الباسبور. ميرسي. سويت 285. يلا يا خالد. ما فين بابا يا ماما؟ سافر يا حبيبي. هو كل مرة سافر سافر. عيب كده يا خالد. بابا سافر لأن عنده شغل مهم. يلا. نفس الأوضة اللي قضيت فيها شهر العسل أنا وبابا. كنتم لوحدكم؟ ما كنت فين؟ ادخل الحمام يا خالد وغير هدومك. يلا يلا. لا مش هلحق، لازم امشي على طول. ايه على طول؟ نظام حريم بقى. هو احنا ورانا ايه بس غير كده؟ شد حيلك شد اهو. انور ايه الحقني غزو التتار وصلوا. ابعدهم طلعهم وزعهم وابوس ايدك وانا في الدولاب زي كل مره. جوزيف حسين حسين حسين. ايه 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 حسين حسين مستر انور حسين بح حسين مشي سافر ليه؟ اهملوا ربنا يهدوكوا. انا استنوا عليا عارفين حسين فين؟ واه بوينج بوينج سافر. يلا بيتك 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 بيتك. يخرب عقلكوا. يا بختك يا حسين. اطلع. ها مشيوا؟ هم هيعتقوك النهارده؟ طب انا هخرج من الباب اللي وراني. قول لي. ها هتسهر فين الليل؟ عند سونيا. ولولا ما خلاص بقى دمها تقل على قلبي. اسمح لي اقول لك يا اخي، انت ما عندكش نظر. بقى لولا اللي زي القمر ولا سونيا اللي ما تفهم بقى يا جدع انت؟ سونيا دي حاجه تانية، طعم تاني، لون تاني. يا خوفي لا تقع في واحده لون تالت تطلع عليك القديم والجديد. ما القديم خلاص خلصت عليه، المهم الجديد. سونيا سلام. حصلك ايه
بابا حلو ما اشوفكش، مش قادرة استحمل اكتر من كده، بموت فيك. وحشاني يا سونيا، وحشاني قوي قوي. ما انت عاملني ترانزيت. عمري ما حسيبك ابدا يا حبيبتي ابدا. بطل لعب وتعشى. طب وانتي ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفسي يا حبيبي. كل انت. ماما انا زعلان قوي من بابا. ليه يا خالد؟ في البيت سايبنا وقلنا عنده شغل، وهنا كمان عنده شغل. كلها كام يوم ويجي. ايوه بس انا عايزه اتفسح. انا هفسحك. صحيح؟ وهتوديني فين؟ اوديك بكره هوديك السوق. ازيك يا خالد؟ انا قابلتك في الطيارة. ايوه فاكر. انت مش فاكر؟ لا فاكرك. انت ازيك؟ عاوز اشوفك يا كابتن. ان شاء الله. احنا في مكنة الهنا، مش هتيجي تزورني؟ والله ما افتكرش، اصلي مشغول قوي. خالد تعالى. حالا يا مام. دي مامتك؟ اي انت قلت لي يا حبيبي نازلين في لوكندا. ايه لوكندا الهنا؟ يبقى جاي لك ضروري. تعالى هنا، بقولك تعالى هنا يا ولد. طب على انك يا كابتن، ومستنيك في لوكاندا. حجيلك. مش قلتلك 100 مره ما تبعدش من جنبي؟ عارف المره الجايه هعمل فيك ايه؟ هضربك قدام. مرسي. لو سمحت مفيش حد سأل عليا. حد مين؟ كابتن حسين الطيار. لا. طب لو جه انا قاعد منتظره هناك. حاضر. سونيا ولا لولا؟ بالحظ انا. على اذنك. الو حسين، وحشني يا حبيبي. بتقول ايه؟ مش معقول يا حسين وهون عليك اقعد اسبوع ما اشوفكش. ويمكن 10 ايام شغل، بقى اعمل ايه؟
اول لما هرجع اكلمها. اوعى عينيك تبص كده ولا كده. اقتلك واقتلها وانتحر ونموت كلنا سوا يا روحي. باي باي يا حبيبي. الو يوسف؟ نو بور اون سومان مي سي امبوسيبل. مي سي دو ترافاي شيري. بون بون ديك جو رتور جو فيت كونتاكتي. او ربا. ايه ده يا كابتن؟ اول مره اشوفك تهرب من الستات. اصل الاجازه دي هقضيها على مزاج انا. اسمع انور، حضر لي الشنطه وهاتها لي على الاوتيل الهادي. يلا. طيب. ايه رايك تاخد شربه؟ تليفوني هنا. طيب خليك انت يا خالد، انا جاي على طول. مساء الخير يا كابتن. اهلا يا كابتن حسين، انا قاعد مستنيك من الصبح، اتاخرت ليه؟ انا اسف جدا، اصلي لسه واصل من السفر دلوقتي. اتفضل. ميرسي. انما انت قاعد لوحدك ولا ايه؟ ابدا، ماما معايا. اه طب بس لحسن ماما تزعل. تزعل؟ ابدا، مادام بابا مش موجود يبقى انا راجل البيت. تليفون هنا. ميرسي. الو. ايوه يا محمود، وحشتني وحشتني قوي يا محمود. هترجع امتى؟ مش قبل اسبوع هقدر اجي. مش معقول يا محمود. معلش، المهم تنبسطي انت والولد في تونس. لا مش مبسوطه. ازاي اكون مبسوطه وانا في مصر من غيرك وهنا من غيرك؟ ايه الولد يا محمود؟ خالد متضايق قوي ومحتاج انك تكون جنبه. ما قلتليش انت بقى هتبقى طيار مدني ولا حربي؟ مدني حربي، المهم ان انا اسيبه بس. ايه ده انت مستعجل قوي يا اخي. انا مساء الخير يا فندم. مساء الخير ماما. الكابتن حسين اللي وصلنا بالطيارة. أهلا يا فندم. أهلا بيك. تبعت أنت يا خالد، هستأذن أنا بقى. هو أنت لسه قعدت معايا؟ بكرة هجيلك زيارة مخصوص. على إذنك يا فندم. اتفضل. ما قلتليش هقابلك فين؟ من بدري هتلاقيني في البسيه. طيب، مع السلامة. أرفع مدام. أرفع. اتفضل يا مدوخني. اجي انا وراك بالشنطه شمال ويمين. مال ما غصيتش وراها. مش قلت لك مش كل الطير اللي يتاكل لحمه؟ ولا يهمك، 24 ساعه وهتبقى هنا اهو. بس انت متجوز؟ يبقى 36 ساعه يا اخي. ومخلف؟ يبقى اقصاها 48 ساعه. وبكره تشوف. انا اسف يا كابتن ما قدرتش اقعد معاك في السوق واحتفل بيك. معلش حصل فيا. وانت بقى ما نزلتش الميه ليه؟ اصل بيني وبينك ما بعرفش اعوم. يا خبر ابيض، هو في طيار في الدنيا ما عرفش يعوم؟ امال تعمل ايه لو اضطريت تنط من الطياره في البحر؟ حاضر. لا 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 لا، الطيار الشاطر ما يغرقش ابدا. قوم بقى لما اعلمك العوم. امال بابا فين؟ سافر. سافر فين؟ راح فرنسا.
هو شغله فرنسا؟ في فرنسا ومصر وبلاد تانية، بيسافر كتير. ولما بابا بيسافر بتقعدوا مع مين؟ لوحدنا، انا وبابا بس. وبابا راجع امتى من السفر؟ معرفش، وانا زعلان قوي عشان كده. وهي ماما كمان زعلانة؟ طبعا زعلانة. الله، لسه اطلع المنطقة. قولي عملت ايه بقى في السوق انت وماما؟ اشتريت لعب وحاجات ورجعت. ما تفسحتوش يعني؟ مين هيفسحني؟ انا يا اخي. يمكن ماما ترضاش. قول لها انك هتتفسح مع كابتن حسين. المهم يلا نط. نط انت الاول. الله، انت خايف ولا ايه؟ وانت كمان خايف. انا ما بخافش من حاجه ابدا. طب وريني شطارتك. انت ازاي تعمل كده يا ولد؟ يلا قدام اتفضل. احنا متاسفين قوي. لا بالعكس، ده شجعني على النط. مش بقولك انت كنت خايف كده؟ طب تعالى معايا قدام النط. لا معلش، اصل لازم يتغدى دلوقتي. طب ما نتغدى سوا. ها؟ ايه رايك في مين؟ صاحب الكابتن حسين. كويس. تعرف يا ماما ان قبل ما يجي الكابتن حسين كنت عايزه اقول لك نسيب النقاندة ونمشي. ليه يا حبيبي؟ عشان قاعدين لوحدنا، زهقت زي ما يكون في بيت. على فكره يا ماما زعلان مني. ليه يا حبيبي؟ عشان بتعمليني قدام صاحبي زي ما يكون عايز. ايه ده يا ولد؟ ازاي تعمل كده؟ يلا قدامي. يقول عليا ايه؟ عيل صغير. انا اسفه قوي يا استاذ يا كبير. يلا حبيبي. ايه مش سامع الباب ومفتح. حاضر. اتفضل. مين ده يا خالد؟ معرفش. طب وريني كده. من الكابتن حسين الى صديقه الصغير الكابتن خالد. مرحبا بكم في تونس. متشكر يا كابتن حسين. ماما انا عايزه اديله هديه. ليه؟ عشان الورد الحلو اللي بعتهولي ده. لما تبقى تشوفه بقوله متشكر. لكن انا لازم اديله هديه، ده صاحبي. صاحبك لازم يكون قدك مش اكبر منك. يعني خصمه وقعد لوحدي وزهق. اخس عليك يا خالد، بتزهق وانت معايا؟ هو انا مش صاحبتك برضه؟ طب ما انت اكبر مني، ازاي تبقي صاحبتي؟ كده يا خالد. طيب انا زعلانه منك ومش هقعد معاك تاني. لا يا ماما اوعي تسيبيني، انا بحبك قوي وعاوزك جنبي. ده انت حياتي كلها يا حبيبي. ماما. ايوه. اروح اشكره بقى؟ يعني مصمم؟ ما تتاخرش. ما شفتش الكابتن حسين؟ لا. ما شفتش الكابتن حسين؟ ما شفتوش. كابتن حسين؟ اهلا كابتن خالد. وصلك الورد؟ حلو قوي. عجبك؟ وقولي عجب ماما؟ قوي قوي قوي. وقالت لك ايه؟ قالت انزل اشكره فانزل تجري. ما قالتلكش حاجه تانية؟ اي ماما ايه؟ خالد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ماما انا شكرت على الورد زي ما قلتي. ما كانش في لزوم للتعب. لا يا فندم، دي حاجه بسيطه، رمز الصداقة مع كابتن خالد. متشكر قوي كابتن حسين. وانا مستعد ابعت لك ورد كل يوم. ده اذا ما كانش ضايق حضرتك طبعا. ماما ايه ده؟ دي
عربيات سابقة يا خالد. الله دي باينة عليها حلوة قوي. تحب تركب واحدة؟ بلاش عشان يتعور. طول ما هو معايا ما تخافيش عليه. يلا بينا. أروح يا ماما؟ ما قلتلك ما تخافيش عليه. يلا بينا يا حبيبي. يلا يلا يا كابتن خالد اركب بقى وريني شطارتك. أنا يا كابتن. يلا ليه؟ وانا صغير؟ ما تيجي تسابي معانا؟ لا معلش انا هقعد اتفرج عليكم. طب انا اذنك هنزل امسح واجيلك. طب اتفرج.
تسيب ماما علشان ترقص مع البنت المفعوسه دي؟ تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا ماما. ماما ما نسيتيش حاجة. حاجة ايه يا حبيبي؟ حد وديت قبل النوم. اه كنا وصلنا امبارح لغاية فين؟ لغاية ما شرات الحسن قابل بدر البدور وحبها قوي. وهي كمان لما قابلته. ايه حبيته؟ لا عجبها بس. المهم قضوا مع بعض اسعد الاوقات وفي ليله من ذات الليالي كان قاعد لوحده يا عين. الحقيقة أنا اتفقت معاه امبارح إني أفسحه النهاردة. على فكرة حضرتك نسيتي حاجة مهمة أوي امبارح بالليل. إيه؟ شفتي دبل إزاي عشان ما تجيش تاخديه؟ ماما أنا اتفقت مع الكابتن حسين إنه يجي يفسحني النهاردة. لما يجي بابا يبقى يفسحك. هو حد عارف هيجي إمتى؟ خالد. عيب. على كل حال اعتبريني زي والده. أروح يا ماما؟ لا ما ينفعش. دي لازم ماما تيجي معانا. دي فسحة تجنن. ايوه عشان خاطري يا ماما. ايوه عشان خاطري يا ماما. Thank you.
سالم. ها يلا. ميرسي. ممكن تاخدي لي صورة مع خالد؟ حاضر. يلا يا خالد. ساعدته. ما عندكش فكرة يا خالد ليه هعتز بالصورة دي؟ اسكت احسن الكلام يطلع في الصورة. اسمعك وانت بتتكلم يقول انك مصري. طب انا مصري بس بشتغل هنا. طب ليه مش اشتغلت في مصر؟ اشتغلت في مصر واشتغلت في بلاد كتير. مين عارف بكره هشتغل فين؟ وهي البلد اللي تعجبني بقعد فيها. طب حسين عاوز اطلع فوق. يلا نطلع فوق. دي بقى المينا القديمة، أجمل مصيف ممكن الواحد يقعد فيه. يا ماما الكابتن حسين معانا. برافو عليك يا خالد. اللي يخاف من التعابين ما تخافش يا حبيبي. ايه انت بتخاف من التعابين ولا ايه؟ انا ما بحبش التعابين ولا انا بس ما بخافش منهم. ولا انا كمان. كالعادة في تقاليد الزفاف على طريقة تونسية وقع الاختيار على الكابتن حسين ليقوم بدور العريس وعليه اختيار عروسه من المدعوات. تفضل يا كابتن. يا كابتن يا بختك ورينا بقى هتختار مين. هختار اجمل ورق واحدة في الحفلة. هما هيجوزوكوا لبعض بجد. يا ريت يا اخي.
يا خساره، كان نفسي اشوفك عريس بحق حقيقي. يا ولد مش بعيد. باي باي. باي باي. هيختار ليه يا ماما؟ حلو قوي. اسمحيلي. أنا؟ مفيش أجمل منك. يلا يا ماما. لا أرجوك يا حسين ما تحرجنيش. يلا يا ماما ما تحرجنيش. ما تحرجنيش يا ماما. تهزر ولد. يلا يا ماما الحزار. يلا. أرجوك يا حسين أنا ما أعرفش. يلا. لا لا. يلا. يا خرابي مش ممكن. ما سيبهاش ابدا. الكلام ده بس في الاول، لكن بعد 10 سنين جواز كل ده بيتغير. انت فكرتي غلط قوي عن الجواز. انا زوجه بقالي 10 سنين، لكن انت لسه. يمكن لاني ما كنتش قابلت الانسانه اللي ممكن تملى عليا حياتي. ولو قابلتها عمري ما حاسبها.
طيب طيب. ده ويسكي ده ولا جاز؟ طيب طيب. الو ايوه مين عايز الكابتن حسين؟ مين؟ هاتي. الو مين اللي بيتكلم؟ انور فين الكابتن حسين؟ انا المدير. تمام يا فندم. كابتن حسين مش موجود يا فندم. طياره شاطر بكره الساعه 10. خلاص يا فندم هبلغه يا فندم. يا ساتر المدير. اخ الباب فين؟ اخ من فضلك كابتن حسين فتحي. في البار. صباح الخير يا فحس. اهلا يا ابو الهناوي. قاعد لوحدك يعني؟ الظاهر انها علمتك الادب. هي مين دي؟ الحلوه اخويا اللي واخد عقلك. وصلت لها ولا لسه؟ مش ده المهم، المهم ايه اللي جابك؟ المدير عايزك. عايزني ليه؟ بكره الساعه 10 في رحله لباريس. باريس؟ يا خبر ابيض، مش ممكن. يلا بينا. لا لا لا، انا النهارده مش فاضي. هقابلك بكره الصبح الساعه 7 في المطار. ها؟ سلام. واحد ويسكي. الو اهلا يا كابتن حسين، ازيك؟ ايوه انا نازل على طول بس لوحدي. ماما صحيت من بدري بس مش عايزه تخرج معايا. طب اقول لها ماما كابتن حسين عايزنا نخرج معاه النهارده. اخرج انت معاه وقول له انا مش موجوده. ماما بتقول لك هي مش موجود. يا ولد ايه مسافر؟ يا خساره. طب هترجع امتى؟ وهنشوفك ازاي يا كابتن؟ ايه؟ طيب. الو الحمد لله. ما كانش في داعي. يوهو انواع الطيارات كتير. عندك الكارافيل وعندك البوينج، والبوينج فيهم كذا نمره، وبعدين بقى في طيارات. بقالك كم سنه بتشتغل طيار؟ يوهو من زمان. قول يا كابتن تقدر تفهم الطيارة في الجو؟ مال ده انا فارمل وارجع لورا كمان. لا مش ممكن. لا ممكن. ده انا مرة في الحرب لقيت نفسي طاير كده، هو واخد بالك؟ وبعدين ايه وانا طاير كده لقيت واحد راح يهاجم عليا كده، فضل الطاير رحت انا متفاديه وهاجم عليه ورحت جايبه قدامي انفجر وفضل ماشي ورايا. وانا ماشي كده بقى لقيت لك اتنين هاجمين عليا، هم يهاجموا عليا وانا اخش عليهم، هم يخشوا عليا وانا اخش عليهم. على بقى انا رحت خام ورحت هاجم كده ورحت عامل لفه كده ورحت وقطر لي وبعدين وقعت ومات بابا وسابني انا واختي لامي وربيتنا وكبرنا واتجوزنا. اختي عاطفيه قوي، اتجوزت بقلبها وانا اتجوزت بعقلي. وكانت بتحبه قبل الجواز؟ جدا ولسه بتحبه لغايه دلوقتي رغم انهم اتطلقوا. اتطلقوا؟ ايوه. ماما انا عايز اصطاد سمك. روح يا حبيبي تعالى معايا يا كابتن. الحقيقه يا كابتن خالد مساله صيد السمك دي انا ماليش فيها. روح انت يا خالد. عيب كده يا حبيبي. يلا انت مش صغير. يلا يلا خالد بقى ورينا جدعنتك، عايزين ناكل سمك النهارده. يلا. كنا بنقول ايه؟ اتطلقوا ليه ما دام بيحبوا بعض؟ علشان اتسرعت وجوزته بقلبها. يعني لو كانت اتجوزته بعقلها تفتكر كانت هتبقى سعيده؟ اتقدم لي محمود وانا عندي 16 سنه. فكرت بعقلي لقيت فيه الراجل وقور ومركزه كويس ومن عيله كبيره، يعني راجل كامل. وافقت واتجوزنا وقضينا شهر العسل. تعرف ان محمود جابني هنا في شهر العسل؟ قضينا ايام حلوه وليالي جميله. كان حلم جميل. لدرجة إني حسيت إن الدنيا كلها ملك إيديا، وافتكرت ساعتها إن حياتنا شهر عسل طويل
عمره ما هينتهي ابدا. وانتهى شعر العسل ومرت 10 سنين من عمري. ازاي؟ مش عارفة. لقيت نفسي مسؤولة عن بيت وراجل وولد. وابتدت مشاكل الحياة. لكن انت لسه صغيره والحياه كلها قدامك. طب انا عندي كم سنه؟ ايه هتقولي لي يعني 50 سنه؟ مظبوط. ورقه الميلاد بتقول 26 والحقيقه اللي انا عايشاها عدد 50. عمر الانسان ما بتحسبش بالسنين، بتحسب بلحظات السعاده اللي بنعيشها. اهو انا مثلا من يوم ما شفتك وانا بعيش في سعاده. اتمنى انها ما تنتهيش ابدا. منى حرام الجمال ده يدفن وهو لسه في عز شبابه. حرام الزهره دي تدبل قبل ما تشوف النور. منى حسين، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اعذريني، انت بقيت شيء مهم قوي في حياتي. ماما انا جوعت عايزه اتغدى. حاضر يا حبيبي. انا بصراحه ما فهمش غير في الطيارات، لكن الحاجات اللي على الارض دي ما فهمش فيها. طب والعمل؟ ولا حاجه، هضطر اوصل لاقرب قريه اجيب ميكانيك. وتسيبني هنا لوحدنا؟ دي حته مقطوعه والدنيا هتضلم. خلاص ما فيش غير اننا نستنى اي عربيه فتاخدنا معاها. كده احسن. هنقعد هنا كتير يا ماما؟ غصب عننا يا حبيبي. اجيب لك حاجه تاكلها؟ مش عايز. انت ما اكلتش حاجه من الصبح. مش عايزة نام. بردانة؟ شوية. ميرسي.
لحد امتى هتبعدي عني؟ لحد امتى هتفضلي تهربي مني؟ أرجوك يا حسين. منى. مالك يا خالد بتعيط لي يا حبيبي؟ ليه يا ماما؟ ليه يا ماما سبتيني لوحدي؟ انا عمري ما سبتك يا حبيبي، انا دايما جنبك. لا يا ماما، انا لما صحيت في العربيه ما كنتيش موجوده، ندهت عليكي ما رديتيش عليا. قولي لي يا ماما كنت فين؟ كنت بتمشي يا حبيبي مع الكابتن حسين. ايوه انا بقيت اكرهه، ما بحبوش زي الاول، بقيت انتي وهو اصحاب اكتر مني، ما بقيتيش ماما اللي بتحبيه. خالد اوعى تقول كده يا حبيبي، ده انت نور عينيا. طب اقول لي مين غيرك يا ماما؟ ما تسيبينيش تاني ارجوك، انا بحبك قوي. عايزة مكالمة لباريس. دو سانك سانك سات ويت زيرو ان. ميرسي. وي وي ميرسي. الو ايه يا منى، في حاجة؟ طمنيني، الولد جرى حاجة؟ الولد كويس وانا كويسة، بس ارجع بسرعة، سيب كل اللي في ايدك وتعالى بسرعة. أرجوك يا محمود ما تسيبنيش أكتر من كده لوحدي، أنا محتاجها لك، أنا أهم من شغلك، أنا عايزك تكون جنبي.
يا محمود، انا محتاجة لك، ما تسيبنيش لوحدي، ارجوك تيجي بسرعة. مش هقدر اكلمك دلوقتي، بعدين هتصل بيكي. وبعدين معاك، انا عارف ايه اللي مضايقك عشان معرفتش توصل لها، مش كده؟ لا يا انور، انا حبيتها. كابتن حسين بيعرف الحب؟ هصبر عني، بس دي متجوزة، ده من سوء حظي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. Thank you.
ده الكابتن حسين. حسين؟ كابتن حسين. سونيا؟ هي دي اللي سبتني علشانها يا كذاب. سونيا أنا مبروك عليك الكابتن يا مدام. خديلك معاه يومين بكره يسيبك ويمشي مع غيرك. سونيا ايه اللي بتعمليه ده؟ عيب كده. انت تعرف العيب يا خاين يا غشاش يا وشين. منى منى اسمعيني، مش دي اللي تخلينا نزعل من بعض. ارجوك تسمعيني. ارجوك انت توصلني للوكاندا. متشكر. منى 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 ارجوك اسمعيني، اديني فرصه افهمك كل حاجه. هقول لك انا كنت ايه وبقيت ايه. انا عشت حياتي بطول وعرض، حقيقه عرفت كتير، لكن يوم ما عرفتك عرفت الحب. منى انت خلقت مني انسان تاني بقلب تاني وروح تانيه. منى ارجوك تفهميني، انا بحبك. ارجوك يا حسين كفايه كفايه. لكن انا بحبك من قلبي وعارف انك بتحبيني. غلط، الحب ده مش من حقي. ازاي نسيت نفسي؟ ازاي نسيت اني زوجه وام؟ منى ارجوكي. انا اللي برجوك، اذا كنت بتحبني حي ابعد عن طريقي، سيبني اعيش لبيتي وابني، سيبني. منى منى ارجوك، منى ارجوك تسمعيني، انا محتاج لك وانتي محتاجه لي. ارجوك يا حسين كفايه كفايه وابعد عني. ما اقدرش، بحبك بحبك. أرجوك يا حسين كفاية بقى. ده وحش كداب، حبيتني في الأول وسحبتني عشان تصاحب ماما خالد، وكدبت عليها وخدتها مني وخليتها تسدني. ما تقولش كده يا خالد، مش كنتوا بتهربوا مني؟ مش كنتوا بتسيبوني وتسهروا سوا؟ مش سبتوني في العربية ودخلتوا في الغابة في الضلمة سوا؟ لا يا خالد لا. أنت ما تتكلمش، ابعد عن ماما، ابعد عننا. عاوز مننا إيه؟ أنا بكرهك بكرهك بكرهك. خالد خالد كفايه يا حبيبي كفايه. انا بكرهك بكرهك انت كمان. سيبيني سيبيني سيبيني، كلكم وحشين كلكم كدابين. انا بكرهكم 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 بكرهكم. خالد ايه يا منى، انا هروح اجيبه. خالد لمحته خرج. طيب متشكر. من فضلك ما شفتش ولد صغير خرج من هنا؟ مشي من هنا. طيب متشكر قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا بقى على اوتيل الهنا. متشكر يا فرجاني، ارجع انت على الشركة. منى محمود. منى منى وحشتيني وحشتيني قوي، لكن ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ الله، وايه اللي نزلك هنا؟ مالك يا منى؟ الله، في ايه؟ دلوقتي بس افتكرت انك تيجي. ليه ما جيتش امبارح؟
ليه ما جيتش لما كنت محتاج اهلك؟ انا اسف يا منى، انا بعد مكالمتك ليا في التليفون سبت كل شغلي وجيت على اول طياره. جيت متاخر، انت ما بتفكرش غير في شغلك، حياتك كلها شغل شغل شغل. يا محمود انت مش محتاج لي زوجه، انت مش محتاج لي، انت ما بتحبنيش، طلعني طلعني يا محمود طلعني. ايه ده يا منى؟ دي اول مره اسمع منك الكلمه دي، مش عايز اسمعها تاني. انا محتاج لك يا منى، محتاج لك وما اقدرش استغنى عنك ابدا. ده انت حياتي كلها، انا من النهارده مش هسيبك ابدا، هفضل معاكي على طول، هفضل معاكي انتي وخالد. خالد؟ هو فين خالد؟ خالد ضاع يا محمود، خالد هرم. هرم ازاي؟ وانت كنت فين؟ ايه اللي حصل؟ اتكلمي طيب. خالد انا مش هكلمك كطفل عرفته وحبيته، انا هكلمك كصديق اعتز بصداقته. عايزك تسمعني وتصدقني، انا يوم عرفتكم كان اسعد يوم في حياتي، حبيتكم ودخلت قلبي، وكنت اتمنى اعيش العمر كله معاكم، ومرت بينا ظروف خلتني في نظرك غلطان. تفتكر اني غلطت يوم ما حبيتكم؟ يمكن كنت غلطان، لكن ماما ما غلطتش ابدا. ما تظلمهاش يا خالد، ما تظلمنيش انا كمان، انا حبل ومش هنتقابل تاني ابدا، لان وجودي هيفرق بينكم. وانت السبب، بعدك عني هو السبب في كل اللي حصل. منى، انت لما طلبت مني الطلاق قلتلك مش عايز اسمع الكلمة دي تاني، لكن دلوقتي انا بقولها لك. منى انت طالق ابني. خالد. بابا يا بابا، ما تتنيش واحدة تانية يا بابا، اوعى تسيبني، انا بحبك قد الدنيا كلها يا بابا. بابا ابني خالد. ايه اللي عملته ده يا خالد؟ ايه اللي خلاك تهرب؟ اصل يا بابا، اصل غلطت وخفت ماما تزعل مني فهربت. سامحيني يا ماما، سامحيني. يا حبيبي يا منى، سامحيني، سامحوني انتوا الاتنين، من النهارده مش هسيبكم ابدا ابدا.